السميع البصير. هذه الآية من سورة الإسراء في موضوع الإسراء الذي حصل بالرسول صلوات الله وسلامه عليه من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في فلسطين في لمح من البصر تحت نظر القادر المقتدر إذا وحدته. سبحان الأمر وجلال وعجيب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في مثل هذا الشهر اللي هو شهر رجب وقع هذا الحدث الجلال، إكرام وإجلال لهذا النبي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا وهادينا وموجهنا محمد رسول الله قال: السنة 12 شهرا. السنة 12 شهرا. منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. قال: يا رسول الله، يا رسول الله، أنت تتحدث عن أمر يكاد يكون في ظاهره لقب. لا، إن الرسول إذا صليتم عليه لا ينطق عن الهوى، يريد أن يعلم الناس والإنسانية والبشرية احترام الزمان، احترام الدهر، احترام السنين والأشهر السيئة والدقائق والثوان في إعزاز الإنسان وإكرامه وأمني وسلامي ورحمة ورحمته. السنة 12 شهران، منها أربعة حرام، أربعة أشهر يحرم فيها الظل والاقتتال والتعادي والتجاوز. إيه يا رسول الله، والبقية وجد الإسلام العرب يحترمون هذه الأشهر فأعلنها الإسلام مدونتان صريحتان: أنتم تحترمون هذه الأشهر فتعزون فيها الإنسان. أولى بالإسلام أن يعز الناس في هذه الأشهر. قال: أمسكوا عنكم، أنتم تحبوها من الأشهر هذه، تحترم فيها كرامة الإنسان.
شد عندكم ان الاربعه لي علم احنا في الدين الله في عليه يقول لكم اثبتوا على هذا العرف لانه في صالح الانسان المخلوق. افتك من العقليه البربريه الجاهليه، افتك منهم الاربعه بنص. وبالنسبة لبقية الأشهر لكل شهر قصة، وبكلها تصب في النهاية الآيات والأحاديث في أن الزمان كله ينبغي أن يكون لصالح الإنسان بالأعمال الصالحة. وما يرقى به الإنسانية والبشرية بأبي وأمي أفتديك محمدا يا خير خلق الله طاب بك الندى، سويت أنفاسي وجئت مسلما أهديك عقدا في هواك منضدا، جاء الكتاب من السماء وكله أدب وتنظيم على نهج الهدى، والسنة الغراء نهج محمدان، صلوا عليه وسلموا طول المدى. يا أحباء الرسول محمدان، صلوا عليه وسلموا طول المدى. اللهم صل وسلم وبارك وأنا على من بعث هذا المبشر نذيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، يكون من الطبيعي أن أتناول معكم موضوعاً، وأي موضوع له علاقة بالشهر الذي نحن فيه شهر رجب، إن شئت سميه شهر الصلاة، وسميه شهر الهدية، لأنه في مثل هذا الشهر دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلتين عجيبتين، رحلة أرضية من مكة إلى بيت المقدس يسمى الإسراء، والرحلة الثانية العجيبة سماوية عمودية من الأرض إلى ما فوق السماء السابعة حيث سدرة المنتهى وحيث جنة المأوى. ليعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لا يمكنكم أيها الناس أن تجدوا أجل منها وأرقى منها وأعز منها. أهدى الله للنبي وللمؤمنين وللناس الصلاة، ابقى الحيثيات والأسباب والكيفيات وما له علاقة بالحدث، الدلالات، المعاني، الأغراض، المقاصد، الأهداف سنأتي عليها تباعا. سجلوا عنكم نقطة الأولى، المفتاح الأول الذي أعطيتكم إياه في البداية، حب الزمان واحترام الزمان، كل الأشهر واحد. اثنين، المفتاح الثاني بقدرة القادر المقتدر في جزء من الليل وفي الظلام الدامسي يسار برسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الكيلومترات في جزء من الليل وفي لمح من البصر. حط في ذلك قدرة الله، قدرة الله، صحوا هذا قد
قدرة الله في أذهانكم.